يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا ومتابعين تلفزيون الكويت القناة الأولى الفضائية في برنامج عساكم على القوة. أول شيء نقول لكم عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، لعيد الأضحى المبارك. نحب اليوم نخصص في حلقتنا أن نتكلم عن جنود مجهولين، هم دائما يسهرون على راحتنا وعلى صحتنا فيما يخص المساعدات اللي قاعد يقدمونها. اليوم من عملهم خلف الكواليس راح نعرف أكثر عن العمل اللي يقدمونه في عيد الأضحى المبارك، خلكم معنا. طبعا هني غرفة العمليات في إدارة الطوارئ الطبية، شغلنا هني تلقي البلاغات والمكالمات عن طريق المواطنين أو المقيمين، والإخراج الإسعاف وتوجيه الإسعاف لغاية وصوله للموقع. شغلنا يتركز أكثر شيء في نقل الحالات، الحوادث الكبيرة، الحرائق اللي تصير في سواء كان في بيوت، عمارات، مصانع. دائما نكون تواجدنا مع اخواننا رجال المطافي والداخلية. أعزائي المشاهدين، احنا متواجدين حاليا في إدارة الطوارئ الطبية مراقبة الأسعاف. في هذا المكان يتم تلبية نداء الاستغاثة من المواطنين والمقيمين بالكويت، ويتم أيضا توجيههم من هذه المراقبة المركزية. راح نعرف أكثر من الإخوان القائمين على هذه الإدارة واليوم في عملهم في عيد الأضحى المبارك، خلكم معنا. طبعا أول شيء احنا إلى الاتصال، نتلقى الاتصال عن طريق هاتف الأمان 112. داخلية يحاولون علينا الاتصال، المبلغ طبعا نستفسر من عنده شنو الحالة اللي موجودة وياه، نوع الحالة اللي موجودة وياه، وناخذ منه الوصف كامل، وصف المنطقة سواء كان بيت أو إذا كان حادث أو كان شيء، ناخذ منه الوصف كله كامل على أساس نوجه سيارة الإسعاف. طبعا الوصف الدقيق دائما من المبلغ يخلينا نوصل اقصى سرعه واقصى وقت حق المكان. اذا كان حادث نوجه له طبعا اقرب مركز اسعاف، نطلع له سياره الاسعاف يتوجه لمكان الحادث. اذا كان عدد المصابين اكثر من واحد دائما نحاول نشرك المراكز الثانيه القريبه من موقع الحادث لسرعة الاستجابة وسرعة الوصول. طبعا المبلغ أول ما يتصل علينا ويعطينا العنوان كله كامل نسجله احنا عندنا في جهاز الكمبيوتر، اللي راح يتلقى الاتصال عندنا متلقي البلاغ. في بعض المواطنين ممكن احنا نساعدهم بإعطائهم بعض الإرشادات، إرشادات الطبية لغاية لحين وصول الإسعاف حق الموقع. طبعا هذه وظيفة متلقي البلاغ، لما ياخذ العنوان ويبتدي يعطي، اول ما ياخذ العنوان يرسله على المنفذ على طول ويبتدي يعطي الارشادات. المنفذ يرسل البلاغ الى مركز الاسعاف القريب من الحادث، مركز الاسعاف يوجه لي سيارة الاسعاف، يبين عندنا في شاشة الكمبيوتر تحركاته كلها كاملة لغاية ما يوصل عند مكان الحادث. نكون احنا تقريبا عطينا ارشادات حق الشخص المبلغ، قدرنا نهيئ الحالة لوصول الاسعاف للموقع، ايضا قدرنا نوصل باقصى سرعة حق مكان الحادث. كل تحركات الاسعاف طبعا تصير عن طريقنا احنا، توجيهها من ساعة خروجه من المركز لغاية وصوله الموقع لغاية توجيهها للمستشفى. ساعات ممكن يطلب من عندنا مثلا غرفة الإنعاش، يطلب من عندنا غرفة الإنعاش تكون مثلا في عنده حالة سيريس أو حالة خطيرة مثلا. فإحنا ككنترول هني عمليات نحاول نتواصل مع المستشفى بشكل مباشر، نبلغهم ان عندنا حاله سيريس جايه بالطريق، يكونون هم على اتم الاستعداد لاستقبال هذه الحاله. هذا تقريبا جزء بسيط من عملنا في قسم العمليات.
مشاهدينا لو جينا نتكلم عن مراقبة الأسعاف فراح نتكلم هنا عن نداء الاستغاثة وتلبيتهم إياه. فإذا موجود عندنا فقط الاستغاثة ونداء الاستغاثة في الأسعاف البرية، ولكن هناك أيضا اللي هي الأسعاف الجوية المتعارف عليها ودخلت حديثا من فترة إلى الخدمة مع مراقبة الأسعاف، وما يقدمون الخدمات بتوجيه هذه المراقبة على حسب الحادث وحسب مكانه. طبعا الحين عندنا استحدثنا نظام الإسعاف الجوي في نقل الحالات. الإسعاف الجوي وايد اختصر لنا مسافة الطريد خاصة في المناطق الحدودية والجزر إلى المستشفى. في السابق كان تأخذ من عندنا وقت طويل، يعني تقريبا يعني أنا ممكن أقول لك نص ساعة أو 45 دقيقة على ما توصل الحالة من المركز الحدودي مثلا معين إلى المستشفى. في الوقت الحالي اختصر لنا الموضوع هذا كله الحمد لله طيران العمودي، لما بلشنا في طيران العمودي طبعا أول ما نتلقى البلاغ هني لنا أوقات محددة في تلقي البلاغ. وقت البلاغ اللي يتلقاه متلقي البلاغ ياخذ منه تقريبا دقيقة أو أقل من الدقيقة، يكون ماخذ العنوان كله كامل ويرسله حق المنفذ. طبعا المنفذ على طول خلال ثواني يرسله الى مركز الاسعاف. مركز الاسعاف احنا نعطيه تقريبا كحد اقصى من دقيقتين الى ثلاث دقائق انه يكون يطلع من الموقع ويتوجه حق موقع البلاغ. في حال عدم وجود امكانيه في مركز معين مثلا قريب على موقع الحدث، نحاول نكلف المركز اللي اقرب منه، يعني اللي بعده ويكون اقرب حق الحادث. العمليه كلها التوتال كلها ما راح تاخذ من عندنا من 3 دقائق الى 4 دقائق يكون الاسعاف طلع من مركز الاسعاف متوجه حق الحاله. طبعا احنا عندنا تايم بالنسبه حق وصول سياره الاسعاف، يعني قدرنا ننجز في خلال فتره معينه انه يكون خلال 8 دقائق تكون سيارة الإسعاف متواجدة في الموقع، في موقع الحدث. طبعاً الحمد لله بتعاون إخواننا في وزارة الداخلية يعني قدرنا نوصل للرقم هذا، وجهود الشباب ربعنا في مراكز الإسعاف من المسعفين والفنيين. الإسعاف الجوي طبعاً إحنا دائماً لما يجينا البلاغ إذا كان في المناطق البعيدة أو المناطق الداخلية، استحدثنا ايضا النظام انه يكون متواجد في شارع الخليج، الخطوط السريعه، بعض المناطق السكنيه اللي يقدر ينزل فيها الطيران العمودي. اثناء استقبالنا للبلاغ نرسل البلاغ حق مركز الاسعاف وايضا نرسل البلاغ حق الطيران العمودي، فيطلعون اثنينهم بنفس الوقت، يتحركون من اثنينهم بنفس الوقت. يكون ما وصل يعني يوصل الاسعاف الموقع الا يكون الاسعاف الجوي معه، يكون واصل تقريبا او يمكن حتى ساعات يوصل قبله. يعني فالمسعف يتعامل مع الحاله اولا، بعدين ننقلها عن طريق الاسعاف الجوي، نبلغ المهابط. عندنا احنا حاليا الثلاث مهابط شغاله، اللي هو مهبط العدان ومهبط مبارك الكبير مستشفى مبارك الكبير ومهبط الصباح مستشفى الصباح. ثلاث مهابط هذيلي، وجاري على العمل على يعني تشغيل المهابط الثانية اللي هي تابعة مستشفى الأميري ومستشفى الجهرة. أثناء إقلاع الطيران العمودي نبلغ المركز المعني على اللي متوجه له الطيران العمودي، نبلغه أنه يجهز لنا سيارة إسعاف تكون واقفة عند المهبط، على أساس في حال وصول الطيران العمودي ينقل الحالة من داخل الطيران العمودي الى داخل المستشفى. فدائما الوقت هذا كله التوتال كله ما ياخذ من عندنا تقريبا اكثر من ربع ساعه الى ثلث ساعه التوتال كله. مثل ما شفتوا معانا مشاهدينا دور مراقبة الأسعاف وتوجيههم إلى الأسعاف، فإذا العمل اللي قاعد يقدمونه ليس مقتصرا فقط على توجيه الأسعاف البرية اللي متواجدة ومتعارف عليها، هناك أدخل مؤخرا الأسعاف الجوي، فعن طريق المراقبة للأسعاف يتم توجيههم للتعامل مع الحالات الصحية اللي متواجدة. طبعا بالنسبة حق
البلاغات اللي نستقبلها في اليوم، طبعا اول كنا نستقبل تقريبا من 150 الى 200 حاله يوميا كنا نستقبل البلاغات. الحين حتى في الايام العاديه من زحمه السيارات وحتى اثناء المدارس واثناء الدوامات زاد العدد من تقريبا 200 حاله الى 300 او 350 حاله في اليوم. طبعا العدد هذا ممكن انه يزيد وقت العيد لان الناس كلها اجازات وعطل، فالناس اغلبها برا اللي رايح المول واللي رايح شارع الخليج واللي طالع الحدائق وهذا، فالحالات دائما تكون يعني اكثر من الايام العاديه. نستقبل تقريبا احنا بس في إجازة العيد تقريبا يعني خلال الثلاث أيام أو أربعة أيام العيد تقريبا، يعني بالأربعة أيام هذين يمكن ممكن نستقبل من تقريبا 80 إلى 90 حالة تقريبا في الأربعة، في يعني يوميا بشكل يومي احنا نستقبل من 80 إلى 90 حالة يوميا زيادة عن العدد الطبيعي في الأيام العادية. طبعا الحالات هذه أغلبها تكون حالات حوادث أو حالات دهس، وخاصة الأطفال اللي يحاول مثلا أن من مكان موقف السيارة أنه يحاول أنه يتجاوز الشارع بدون ما يكونون أهله وياه مثلا، يعني هذه تسبب لنا مشكلة كبيرة لأن الطفل ما نقدر يعني ما ينهد بروحه أنه يعبر الشارع، خاصة أن السيارات يعني ما تكون منتبهة في بعض الأماكن على حركة مرور المواطنين، فهذه نعاني منها. أيضا الأطفال يعني خاصة فترة العيد هذه يتجاوزون يعني مرحلة الحذر من بعض الألعاب، فممكن أن يعني مثلا ما يربط حزام الأمان في لعبة معينة مثلا، يحاول انه يتعلق فيها، يحاول انه يوقف على لعبه معينه ولا شيء اثناء تحرك اللعبه هذه، عمليه سقوطه في اللعبه هذه ايضا تسبب له اصابات، ممكن ساعات توصل انها تكون اصابات خطيره. ايضا المشاكل اللي تصادفنا من مع الكبار. شفتوا معنا مشاهدينا في هذه المراقبة، مراقبة الأسعاف، الجنود المجهولين رجال الأسعاف اللي مشهود لهم بطبعا عملهم اللي قاعد يقدمونه وتعبهم خصوصا في الأعياد والاحتفالات، عملهم هو قائم على جميع الأيام، لكن لو جينا نتكلم عن دورهم في هذه المراقبة قاعد يوفروا لك أيضا إسعافات أولية عن طريق الهاتف بالتنسيق لغاية ما توصل عندك الطواقم الطبية وتاخذ إجراءاتها بالشكل السليم. ايضا مع المشاكل اللي تصادفنا مع الكبار، عدم اتباعهم في بعض كبار السن، عدم اتباعهم لوصفه الدكتور في اخذ بعض الادويه معينه، تلاقي مثلا مريض سكر وتدري عيد فلازم يحلي ولازم هذا، فعمليه الاخذ الشغلات هذه ممكن يرفع عنده السكر، يدش في حالة إغماء مثلا، فما يتبعون أنظمة الدكتور أو اللي كاتبه له الدكتور أساس أنه يحافظ على نسبة السكر عنده. وأيضا مرضى القلب، مرضى الضغط أيضا يتجاوزون عن مسألة أخذهم الأدوية، وهذه أيضا تسبب مشاكل في فترة العيد، تدري جمعة الأهل والوناسة والقعدة، فممكن حتى ينسى في بعض المرات أنه يأخذ الأدوية هذه، فهذه أيضا تسبب نتيجة الحالة أو نتيجة الأزمة مثلا بسبب الإهمال البسيط اللي في عملية عدم أخذ الأدوية. هذه من المشاكل أيضا اللي تزيد. عندنا ايضا في بعض الالعاب عندنا مثل البقيات
حق الأطفال. البقيات هذه وايد وايد خطيرة خاصة على الأطفال، لأن أنا ما أقدر أسلم البقي بيد الياهل وخليه يمشي على كيفه. انتشرت عندنا ظاهرة البقيات الحين في حتى في داخل المناطق السكنية، يأخذون تقريبا الأرض الفاضية أو البراحات الفاضية يأخذونها ويحاولون يسوون فيها هني مكان حق الألعاب حق الأطفال. فلما يسلم البقي بروحه ويقعد يمشي، الطفل ما يتقيد في المكان أو الحيز اللي مسويه صاحب الشغلة هذه، فممكن يتجاوز الحدود هذه ويطلع على الشارع العام، تصدم سيارة لا سمح الله، أو أنه ينقلب من البقي، وهذا أيضا سبب لنا زيادة عدد الحالات يعني. الله يحفظهم إن شاء الله عيالنا. مثل ما احنا عارفين وانتم عارفين مشاهدين، الكثير من المشكلات تصير والحوادث الكثيرة والمختلفة اللي تحصل في الأعياد، وأيضا تكون الفعاليات اللي تكون فيها دائما ازدحامات مرورية، ازدحامات في المجمعات، ازدحامات في أماكن الألعاب المخصصة للأطفال، الأماكن الترفيهية بشكل عام. فهناك للتعامل معهم عن طريق مراقبة الأسعاف، قاعد يوفرون توزيع الأسعاف على هذه الأماكن المختلفة. طبعا أنا أتمنى من المواطن والمقيم في أرضنا الحبيبة أن يدير باله على عياله خاصة في فترة العيد، ويدير باله أيضا على نفسه، لأن أيضا عملية عدم أخذ للأدوية أيضا راح تسبب له مشاكل، فيكون انتباهه على عياله وأحفاده وانتباهه على نفسه أيضا. احنا ما وجدنا الا لخدمه المواطن والمقيم، وما تاسس الاسعاف هني الا علشان نقوم بخدمه المواطن والمقيم. انا اتمنى وكلي رجاء ان ما يتردد اي شخص سواء كان مواطن او مقيم بالاتصال علينا في حاجته، لا يستسهل الامر، لا يستسهل الأمر، ويعطي من نفسه دافع أن أنا لما أقوم بواجبي هذا أن أنا قاعد أساعد نفسي وأساعد عيالي وأساعد غيري. فلا يتردد، لا يتردد في الاتصال علينا، وإن شاء الله إحنا راح نقوم بواجبنا، لأن إحنا قاعدين نباشر العمل ترى 24 ساعة على نظام شفتات، ولكن متواجدين 24 ساعة خلال اليوم. طبعا نصيحتي حق المواطن والمقيم انتباه على نفسه، انتباه على عياله. تدرون اليهال ما شاء الله عليهم يعني حركتهم زايده، وخاصه فتره العيد هذه، فاتمنى انه يدير باله على عياله، ربي يحفظهم ان شاء الله عيالنا عيال الديره، وينتبه على نفسه ايضا، ولا يتردد انه يتصل علينا في اي وقت يحتاجنا فيه، لأن احنا ما وجدنا إلا لخدمة الشعب ولخدمة المواطن والمقيم أيضا بنفس الوقت. في النهاية أتقدم إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد ولي عهد الأمين بالتهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليهم إن شاء الله بإذن الله اليمن والبركات. وأتمنى إن دائما الكويت تظل في أمن وأمان إن شاء الله بإذن الله. بكذي مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم، بعساكم على القوة، عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، وإجازة إن شاء الله سعيدة، بعيد عن المشاكل، بعيد عن الحوادث، بعيد عن أي سوء إن شاء الله، ربي حافظكم، وإن شاء الله لنا وقفة أخرى في حلقة جديدة مع جنود مجهولين في جهة أخرى، فما الله.